عشان ما هو دي المراكز اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني يمكن في شق في الخاص بيه، يعني عناصر جديده، ضخ عناصر جديده، ده شق ما عليهوش خلاف. ولكن الشق الثاني فكره تغيير المراكز للعيبه، هي دي اللي عليها خلاف. لان احنا بنتكلم الارض هي اللي بتحكم. الارض بتقول لما بتغير مركز اللاعب ما بيأديش الاداء الامثل اللي احنا نعرفه عنه. فبرضه بتشوف ده ازاي؟ يعني هو يمكن الخط الامامي اللي عليه علامة استفهام، يعني كل الكلام، لكن الخطوط اللي باقيه فيها ثبات. تمام. حارس المرمى، خط الظهر، نص الملعب، لكن الجزء اللي قداماني هو ده بقى الوينجز بالظبط اللي عمل لنا ربكه. بمعنى اوقات كتيره جدا انت بتلعب بمصطفى فتحي وبتلعب بزيزو وبعدين بتلعب بحسين فيصل تحت راس الحربه، وبعدين راس الحربه بتلعب مره بمروان ومره بشريف بالظبط، وبعدين مره بترجع زيزو بتلعبه تحت راس الحربه ومره بتلعب قفشة. فهو اللغط كله في الحته القدامانيه، ان مفيش ثبات في التشكيل. هو عنده فكر، مش الروتيشن ده برضو ممكن ياثر على الثنائيات بالظبط، صفه خاصه اللي والكيمياء اللي بتكون موجوده طبعا، وبالذات في الخط طبعا، خط الهجوم يعني طبعا. بيبقى في وان تو هات كده الناس أيوة، بتتعودوا مع بعض. قفشة وشريف طبعا بالظبط كده. لما بيلعبوا مع بعض يا كريم بيبداوا يحفظوا بعض، واحنا ده اللي بنقوله طبعا. الثبات وساعات تبقى بنظره العين من غير ما يقولوا لبعض حاجه. صحيح. وحتى الجمل التكتيكيه، يعني انا لما بهرب من المدافع ازاي قفشه وانا بهرب ازاي يحطها لي طبعا في السكه الصح، قفشه ازاي يحط احمد رفعت في رجليه عشان هو لعيب مهاري، وعند اختراق خطوط الدفاع كمان بالظبط، اختراقات من العمق نفس الكلام. فهي ديت جديده علينا، بيلعب بثلاثه فراوده. مستر موسيماني عملها، يعني مستر موسيماني بدا برضك قبل كروش بيلعب بثلاثه مهاجمين قدام، هو عملها كذا مره كمان مظبوط، ومنهم اثنين راس حربه، يعني منهم اثنين راس حربه. شريف بيلعبوا ناحيه جناح ناحيه الشمال، هو قصده ان هو شريف لما يلعب ناحيه الشمال كجناح لما الكره تبقى عند مصطفى فتحي يقدر شريف يبقى راس حربه، يعني يستغل المكان ده ويستغل المكان ده. فدي برضك من ضمن الحاجات الجمل التكتيكيه الجديده اللي اضافها مستر كروش. وبعدين عايز اقول لك كانت ايجابيه ومثمره، يعني احنا مثلا هدف الاردن اثنين مشتركين في الكوره، اثنين راسين حربه مشتركين في الكوره اللي هو الجول اللي هو جبناه في نهايه الشوط الاولاني. فانا عايز اقول لك ان اللعيبه قادره برضك تهدم الطريقه وقادره تنفذ الخطوط العريضه اللي الراجل عايزها، ودي حاجة كويسة بتحسب للراجل نفسه وفكر اللعيبة. يعني زي ما انت قلت يا كريم، الحتة اللي قدامنا دي محتاجة مرونة. زمان كان يقول لك ايه، لا اثبت مكانك، يعني ده المكان بتاعك ما تتحركش بعيد عنه. لا دلوقتي فيه، تحرك تحت، تحرك على الجنب، تخترق، تروح جناح. الجناح اول ما يعني مثلا زيزو بيعمل مع حسين فيصل، زيزو بيلعب جناح، اول ما حسين فيصل بيقرب من زيزو، زيزو بيروح رايح مكان حسين فيصل وزيزو يلعب جناح وهكذا. فدي برضك من ضمن الحاجات. النهارده بالنسبه للجناحين، هل هيبدا بجناحين ولا هيبدا برضك بثلاثه رؤوس حربه؟ احنا مش قادرين نحط ايدينا على الجزئيه دي. لكن انت النهارده محتاج دور دفاعي، لانك انت عندك باكين بتوع تونس بن حميده ودراج بيهاجموا بشكل كبير جدا عن طريق الباكين بتوعهم. فدول لما بيهاجموا بيزيدوا على الباكين بتوعنا طبعا، يبقى اتنين على واحد، يبقى محتاجين الجناحين بتوعنا النهارده يبقى عندهم جانب دفاعي. فاختار مين؟ اكيد مش شريف بقى. يعني ممكن يبقى يعني زيزو، واخد بالك، يقدر يرجع لو زيزو عملناه جناح يمين يقدر يرجع مع اكرم يساعده بشكل كبير، لان في الاردن بانت الثغره دي. نفس الكلام بالنسبه للناحيه الثانيه، لو شريف لعب جناح مش هيقدر مع دراج يرجع بالظبط، مش هيقدر. فاحنا محتاجين، دي المشكله بقى اللي ممكن تقابلنا النهارده، الجناحين بتوعنا لازم بيأدوا الدور الهجومي، في نفس الوقت احنا بندافع لازم يأدوا الدور الدفاعي عشان نقدر التوازن ده طبعا، نقدر ما يبقاش عندنا ثغرات التوانسه يقدروا يستغلوها.